بس اللغة باستخدام خصوصا اللغة العربية الفصحى لها أهمية في توصيل الفكرة. تخيلي إذا الناس من المغرب ولا من تونس ولا حتى من مصر أو وبغيتوا تتكلموا ايش اللي يدمجهم؟ ايش اللي يدمجهم؟ اللغه العربيه. فاذا كان اللغه العربيه سليم وواضح مفهوم نشر الامن نشر الايجابيه حتى ومنع نمنع الاشياء السلبيه ما بالذات. انا بعد سنه سنتين ان شاء الله كل بعض المراقب وفق من درس الخارج الخارجي. أول سؤال تسأل فيه وأنا أتشرفت إني أنا أمر من درس الخارج أول سؤال تسأل فيه إيش يعني أول سؤال من الخارجين خارج ما بعض مسافر الصيف كذا أول سؤال كنت نسألني إيش هي أمه؟ التسامح. تستغربوا أن والد الناس بيسألوك من مين أمه؟ يمكن تستغربوا أن بتحصلوا ناس من مين؟ ما نسوا التعامل في التعامل مع الأحداث مع تفاعلنا ما مثل ذاك التفاعل اللي يكون مع بقية ربشة وكذا 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 وكذا. ففي فرق بين الطموح والحقوق. عادة لما أسأل هذا السؤال حتى طلاب الجامعة فأنا دائما يقول لي والله أدرس أشتغل أتزوج ما عندي هذه حقوقك بس الطموح يعني ان يكون عندك بصمه في المال وين ما تروح يعرفوا ان هذا الماي جاي من عند فاطمه ولا هذا جاي من عند زيد ولا هذا جاي من عند سعاد ولا هذا جاي من عند مروان فيكون عندك بصمه هذه هي الطموح وطموحك كل ما ارتبط بوطنك كل ما كان مال يعني تدرس هذا قبل 3-4 سنوات من كاتبة جهودها الحافية اللي فازت بجائزة من أفضل الروايات فأنا مع هذا التوجه أنه يكون أهمية هذا الشيء لأنه ما أريد يوم من الأيام تنقرض اللغة العربية العرب ثلاث أيام عرب بائدة مستعربة وعاربة البائدة اللي هم راح يجروهم كثير من القضايا العربية وعادة القضايا العربية في مستعربة والعربة اللي في المنطقة فتخيلوا جزء كبير من اللغة العربية راح مع هؤلاء يعني حتى أول خط اللغة العربية اللي هو خط المسند تم التعامل معه في اليمن من 2000 أو 3000 سنة وأتمنى أنكم تبحثوا حتى عن أصل الحروف من ألف باء تاء من وين جت؟ هذه جت من لغة فينيقية في لبنان قبل 4000 سنة فتخيلوا أنه هذه اللغة هم ما يستخدموها الحين إحنا خذيناها كعرب وبدينا نضيف عليهم فهذه هي أهمية سؤال ثاني أيوه يكون سؤال واحد أخير أنا أستفسر يعني بس أنا أسمع قولي قولي متأكد إنك أنت ذي خالد هم مشروعهم هذا
شوفي العولمة شر لا بد. خلينا نتفق على وش يعني جاتنا جات بغينا ولا ما بغينا. تعرف ايش العولمة ولا اشرب من اهل العالم، فهو شر لا بد منه. احنا ما جالسين فيه طوعا، يعني مثل ما يقول ابن خلدون الانسان مدني بالطبع، بمعنى ان الانسان ما يقدر يعيش دون ما يتفاعل مع الاخرين. هنا يجي دور الاعلام. الاعلام هنا دوره انه يقدم المعلومات. يمكن من كم يوم صدر قانون الاعلام مفهوما، بعد 40 سنه احنا نضارب في الاعلام. ايوه 40 سنه عشان القانون يتغير، سبحان الله. واجد بس خلينا مضمضين عيننا لين قدام. وهذا ممكن ما اقول لي جسم هذه، لانه مش ان انا ما عندي القانون ما هو اغيره، لا، اتخذ اجراءات معينه تعزز من تغييره. مثلا احنا مثلا نتكلم عن العوده، البعض قد تكون عنده مشكله مع التعامل مع فايش يسوي؟ انا كاعلامي ايش بسوي؟ احاول ان تكون الاراء المطروحه تعزز الهويه الوطنيه، في مقابل ان ما ننجرف وراء اي تيار. انا اذكر السلطان قابوس الله يرحمه في 74 شفت له لقاء، كان يقول لي معسكر شباب عمان في 74 في صلالة، كان يقول لهم اتركوا الغد وخذوا السلم، بمعنى انك اترك الشيء اللي ما يفيدك، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفعهم الناس فيذهب جفاء. الشيء اللي ما يفيدك اتركه. وهذا دور الاعلام. يعني الاعلام مش دوره انه اصور لي افضل صيحات الموضه، خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا والاعلام البديل. صعب لانه صار عندنا سهوله وصول اكثر. اولا اكيد التقليد، يعني الاعلام صار عندنا مفهوم اسمه المواطن الصحفي. سابقا الأستاذ تذكر إنه عندنا تلفزيون من الساعة 3 العصر إلى الساعة 10 بالليل، الإذاعة ما تكمل 24 ساعة، القراية تنتين عمان والوطن. على أساس إنك مثلا تظهر في الإذاعة ولا في التلفزيون، أنا أذكر لما أول مرة طلعوني في 94 أول مقال كتبته يمكن اسبوع كامل كلها عمان تعرف اني انا كاتب طالع مسيره. يعني فرصتك انك تطلع بين الناس قدام الناس قصيره صغيره. الحين ممكن ما حد يتابع. انت والحين من كثرهم يعني اتفاجئ انه اول كلمه حتى ما احب استخدم كلمه انه انا دائما اصف نفسي اني مشتغل عميل للصحافه بقية الأشياء. فالحين تحصلوا والدين عندهم تو ماسك إلا كاميرا كذا، يمكن حتى ما التليفون صار إعلامي. وتعالوا ما نقول هذا الصوت. ما يصير. فالهدف الأساسي إنك تفهم. فهذا اللي أتمنى. انزين. السؤال الأخير. ضروري. شوفي الاعلام من المهم انه يكون متواكب بشكل، يعني ما يكون فيه جمود. انا نقاط رئيسيه نخليها يعني مرتبطه بمدى التطور. من وجهة نظر شخصيا انا مثلا
أتمنى أتمنى إنه يكون كل 5 سنوات في مراجعة للقوانين، مو بس بس قوانين الإعلام، كل قوانين لازم يكون، لأن العالم يتغير. يعني سابقا يعني حتى كنت أقول لولد أخوي إنه سابقا الخيارات اللي تدرس فيها خيارين 3 بعد ما تخلص الثانوية اللي هي تو الدبلوم العام. الحين الخيارات اللي عندك كثيرة، فهذه الخيارات محتاجة إيش؟ محتاجة قوانين أخرى تستوعب هذا الكم الأهائل. إحنا سابقا في عمان كان عددنا 1.5 مليون بس، الحين إحنا 5 ملايين وحاجة، يعني نقترب من 5.5 6 مليون. فلازم يكون في استيعاب لهذه الجسمة. حتى في الدرس كود اللي هو لما تروحوا الله يكرمكم وتروحوا كذا، يعني مثلا فعالية أو احتفال أو شيء، في شيء يسموه الدرس كود، اللبس الرسمي. أنا حتى هذا أنا أتمنى أنه يتم بين فترة وفترة مراجعة، لأنه في أماكن أنت ما محتاج أني أنا ألبس جداجة ومصار وخنجر وبيشت وما أدري إيش يعني مثل المراسل أيوه. ومصر بالفعل. فهذه الأشياء يعني كل 5 سنوات أنا أتمنى أنتم تغير. ليش؟ لأن مثل ما خبرتك أن العالم يتقدم. شيء أنا بجلس بعدني أشوف والله هذا مصر مستوي ولا لابس النهبل. أنا أذكر في فترة من الفترات واحدة من الهيئات الحكومية، الوحدات الحكومية، حتى شكل المصر مسوينه، يعني إذا لبسته بطريقة هالصورة ما يأخذوه، طريقة المحافظة البريمي ما يأخذوك، ما يدخلوك. يعني تخيلوا الوضع أنه هذاك الجمود البعض كذا ترى، لأنه هذا نتيجة طبيعية لعدم التعلم. واحد ما دارس، واحد ما فاهم، واحد ما متعلم. ترى العلم يا بنات يفتح لكم آفاق أكبر وأكبر وأكبر وأكبر، طموحكم يزيد مع كل ما تتعلموا، كل ما تتعلموا يصير عندك شغف أكثر أنك تقدم الأفضل، أنك ما ترضى بحالك. ترى مثل ما يقول الإمام علي بن أبي طالب، من بات من تساوى ليله بنهاره بات مغبون ظالم لنفسه. المغبون هو المقهور. تساوى ليلك بنهارك ما جالس تسوي شيء، بس لما تتعلم وتقرأ وتستوعب وتفهم و و و و و و و توصل لمرحلة انك تجد حلول لمشاكلك ولمشاكل غيرك. بس الواحد اللي ما متعلم، ما يقرأ، ما يستوعب، ما ياخذ تعليم، ترى حتى في تبادل المعلومات اللي هو information exchange، تبادل المعلومات. انا اتعلم منكم، انا الحين هنا الحين انا تعلمت منكم بأمانة. والعلم ترى ما يوقف أوصل لسن معينة وأوقف، لا أكمل. ويعني أبسط مثال العلم هذا أنه الله يحفظه سماحة الشيخ أحمد الخليلي، لحد الحين ترى هو يتعلم، لحد الحين وهو مفتي عام سلطنة عمان، بس لحد الحين هو يتعلم، ورجل وصل للثمانين وعدت 80 وهو لحد الحين يتعلم. ف